تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة أيده الله بزيارة القيادة العامة لقوة دفاع البحرين هذا اليوم. فلدى وصول جلالته كان في الاستقبال صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، يرافق جلالته حفظه الله الفريق ركن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، والعقيد ركن سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة. كما كان في الاستقبال سعادة الفريق ركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق ركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان وعدد من كبار الضباط. وقد اطلع رعاه الله خلال الزيارة على الخطط المستقبلية لتطوير كافة أسلحة ووحدات قوة الدفاع وفق الخطط الموضوعة، معربا جلالته حفظه الله عن تقديره واعتزازه بكافة منتسبي قوة دفاع البحرين البواسل وحرصهم الدائم على حمل الأمانة بكل إخلاص وبما يقومون به من واجبات وطنية سامية بشجاعة وعزيمة صادقة، حيث أثبتوا ذلك في العديد من المهام التي أوكلت لهم لما فيه الخير والأمن لوطننا العزيز ومواطنيه الكرام. كما شاد جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة أيده الله بنجاح المبادرات المتواصلة التي تقوم بها مملكة البحرين لتقديم الإغاثة الإنسانية العاجلة لمساندة الأشقاء الفلسطينيين في غزة، شاكرا جميع القائمين على هذا العمل النبيل، مؤكدا وقوف البحرين مع دولة فلسطين الشقيقة في هذه الظروف الصعبة، متمنيا أيده الله أن يعم الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع. وقد كلف جلالته كبار الضباط بنقل تحياته إلى جميع منتسبي قوة دفاع البحرين الشجعان في مختلف مواقع عملهم المشرفة داخل البلاد وخارجها.